حياك الله. هذا هو. يلا عبد الرحمن قاسم بما انك انت اخر العنقود وجربت الحاجه دي، هل تحس باحساس الغبينه والحقد من اخوانك الكبار؟ اي والله ابشرك بحكم ان انا اخر العنقود، فانا طلطشت من جميع اخواني. انفرشت ضرب الكبير والصغير. اخر العنقود والله اخر العنقود. هل فعلا اخر العنقود يكون زول فتان في البيت؟ اي شيء يصير والله اكلم بابا. لا 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 لا, 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 لا ولا وانت ليش قلت ساكلم امي؟ اعرفك تخاف باللغه العربيه. والله يا اخي شوف، انا اقول اخر العنقود هو اول شيء كذا، يعني انت اذا كنت اخر العنقود هذا قضاء من الله عز وجل، وهذا اخر العنقود في الحضور. السلام عليكم. هلا ورحمة الله. فغالبا اخر العنقود يصير له الاهتمام اكثر. جميل. والمحبه اكثر غالبا، انا اتكلم زين. وانصراف الجميع يفكرون ويشوفونها الصغير وين بيروح وين بيجي، وتوصية الأم والأب وين أخوكم وين أختكم، جيبوا أكلت معك، يبدون من تحت لأنهم يشعرون أنه هو اللي يستحق العطف والرعاية. بس ترى من ناحية آخر العنقود تراه كسبان. كيف؟ إيش كسبان؟ وريني. أنا كسبان في أشياء، هو يقولون أنه يتجيه خبرة، يتعلم، لأن يتعامل مع الجميع، يتعامل كل واحد يعطيه حنان وعطف ورعاية. شيء ثاني غالبا هو يكون مريش مع دراهم واجد، عنده حصاله ولا كل انه يشرط له يعطيه فلوس، يعني 10 50 ما نعرف يوفر. ثالثا غالبا يكون كد الله زين، يفضح اسرار الاسره. ساهر هذا العلم زين. طبعا ليس من الادب، ليس من الادب ان يجي واحد يسال الصغير عن شؤون البيت الاخر. ما يجوز. انا مشاكل لان هذاك مسكين بيخر السبحه، ذا بيقول كل شيء. لو تقول له شو اسم امك؟ قال فاطمه. ما شاء الله. شو اسم ابوك؟ ما شاء الله، الله يخليكم بعض. شو اسمه كذا؟ وش تسوون؟ وين تروحون؟ لا ما يصلح يعني السؤال اصلا مبدا. لكن اتكلم على اخر العنقود، وطبيعي لابد يكون فيه عدل وانصاف من الاب ولا من الام. وترى سبحان الله احيانا هو يكون فاكهه البيت، هو الفاكهه، هو اللي يطلع الصوت في البيت زي ما كان عبد الرحمن فاكهه، هو اللي ينال شيء من التربيه والعناية والاهتمام. ما شاء الله. وبعض الناس يقولوا هو كمان اللي يجي يلقاها مقشره جاهزه. بالعكس. يعني ينكرف الكبار بالعكس ويتعبوا. ها والله يكد. يكد كيف يعني؟ ذا الحين اخوان كبار جالسين في طلعه في ذا، الله يعينه الصغير هذا، رعجب رعجب يقول اصغر قوم خادمهم. يلا كل كل ما جالس قال اصغر قوم خادمهم. والله ابويا دائما يقول لي يا هذي كده. بس 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 يا بندر سيد القوم يقول له. هو بقول لك شيء، هو احيانا حينكرف بس في الجلسات، لكن اتكلم في الحياه بشكل عام، ترى هو يجي يلقى كل شيء جاهز. يعني ممكن اخوان الكبار ينكرفوا يشتغلوا يساعدوا ابوهم يروح يجوا، هو يدرس احسن دراسه، يشتروا سياره اول ما يخلص من المدرسة المتوسط. فهمت يعني؟ خلاص قدوا اخوان الكبار هم اللي يتولوه بعد كذا، لانه بيلقى الدنيا عنده سهالات الوضع. ايوه بحبحه صح يعني. ايوه انا اقول الى حد ما، لان ترى الناس يختلفون حتى التربيه تختلف، اوضاع البيوت تختلف. في بعضهم يقول لك لا، هذا العيال تراه ولدوا وفي افواههم ملاعق من ذهب مثلا ياكلون بها او غير كذا مثلا. المقصد انهم عيال نعمه حاصلين الرزق. يقول اول الحين جاء واحد يسولف على الصغير، يوم انه مثلك وبعمرك وحنا نكرف ونطلع ودائما الدروس تعطى لهذا الصغير، وتقول ما يدري ايش الطبخ. ايوه خلصت جيب لي بلاي ستيشن، خلصت جيب لي ما ادري ايش اكس بوكس، اعطني كذا سوي لي كذا لا اخره.